النهارده بيتسو موسيماني زي ما قلت لحضراتكم اصدر بيان ليقدم كشف حساب لجماهير القلعه الحمراء. قال: طيله 20 شهر قاد فيها الفريق لتحقيق العديد من الالقاب على المستوى القاري. قال بيتسو موسيماني في بيان رسمي عبر الشركه التي تملكها زوجته ووكيله اعماله، جاء مفاده كالتالي: تم عقد أكثر من اجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وياسين منصور وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء بلجنة التخطيط، وتم التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين، وأنا حزين وأعلن والفريق الفني المعاون كابيلو رانجوجا وموسى مكالوبا وكايل سولمون الرحيل عن النادي الأهلي. الرحلة سوف تظل في قلوبنا منذ أن بدأت في أكتوبر 2020 بكل الحب والدفء الذي تم الترحيب به بنا، والذي أشعرنا أننا في بيتنا على الرغم من الضغوط التي تعرضنا لها منذ التحقنا بنادي القرن، وأننا جئنا إلى القاهرة بهدف محدد وقد تحقق. كانت المهمة الأولى بالنسبة لنا هي الفوز ببطولة إفريقيا، ورغم الضغوط التي تعرضنا لها مع أعضاء باقي الفريق حصلنا على اللقب، بالإضافة إلى إعادة لقب كأس مصر إلى الفريق القوي، واستطعنا المشاركة في كأس العالم للأندية خلال الرحلة التي قمنا بها مع الأهلي، وعملنا على تحقيق أفضل المستويات أمام أفضل الأندية بالعالم، والجمهور الأحمر استقبلنا في الدوحة بالتشجيع المثالي، وهو ما شجعنا على تقديم أفضل أداء والتتويج بالميدالية البرونزية. وفي موسم 21 بدأنا أول موسم فعليا مع النادي الأهلي نادي القرن، وحصلنا على دعم كبير وحب كبيرين من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب والجماهير الحمراء، وخلال أشهر قليلة تم تحقيق بطولة إفريقيا للمرة الثانية إلى دولاب البطولات في القلعة الحمراء. وخلال الرحلة تعثرنا في الحصول على بطولة الدوري المصري وكأس مصر في سبتمبر 2021، ولكن كنا مفعمين بحب جمهور النادي الأهلي، وتم تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي ديسمبر 21، ومع العام الجديد في 2022 والتي بدأت بالدوري المصري وبطولات إفريقيا، تم تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم والتي أقيمت في أبو ظبي، وسعينا بشكل جاهد للتتويج ببطولة إفريقيا ووصلنا إلى المباراة النهائية. طبعا هو هنا بيسرد إيه اللي حصل، ولكن مشجعي النادي الأهلي استقبلونا كالأبطال للبطولة، وهو ما دعم المعنويات الفريق. وعلى الرغم من التحديات خلال رحلتنا، إلا أننا أصبحنا أحد الأندية الكبيرة في العالم، وللمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي يخوض الفريق 3 نهائيات متتالية لكأس دوري أبطال إفريقيا. مش المرة الأولى بس، ماشي. وأنجز الجهاز الفني الخاص بنا تلك الانتصارات خلال فترة مدتها 20 شهر. يعني 2005 وصلنا، 2006 وصلنا، 2007 وصلنا، و2008 وصلنا. وصلنا 4 مرات ورا بعض، خدنا 3 وخسرنا 1، اللي هي كانت 2007 اللي كانت في النص، يعني عشان هو بس قد يكون سهي عليه هذا الامر، ولكن في النهايه في لا النادي الاهلي وصل 4 مرات قبل كده يا بيتسو في هذا الامر. شكرا جزيلا لبيتسو موسيماني. وزي ما قلت لحضراتكم انا هقفل الموضوع ده النهارده ومش هتكلم فيه تاني. اللي عايز يسمع بيتسو قعد ازاي واتكلم مع مين ومين مش عايزه ومين عايزه هتعرفه كمان 2 3 أيام، ان كل واحد بيفكر بدماغه. انا عايز امشي فهمشي علشان انا رايح حته تانية هيدوني مثلا، انا بقول مثلا انا عايز امشي عشان هيدوني ضعف الفلوس مثلا، يعني قد يكون هذا. وعلى فكره مش غلط، انا قلت الكلام ده مش غلط، ولكن كل واحد وله تفكيره، وكل واحد له. لما افقد الشغف، لما الواحد بيفقد الشغف على، ويقول لك اصل هما، يعني دي من الحاجات اللي انا كنت زعلان منها من بيتسو الحقيقه. بيتسو موسيماني ذكي، بيعرف يجيب الجمهور ويتكلم معاهم، فمن ضمن الحاجات قال لك ان هم عايزين يكسب على طول. هو ما فيش حد بيكسب على طول بالمناسبه، ولكن شغف ان انت تروح تلعب المباراه عشان تكسب حتى لو مباراه وديه، ده هو اللي بيخليك توصل ان انت تكسب كل المباريات وتكسب كل هذه البطولات اللي حضراتكم عدوها بقى قد ايه. هو ده الشغف اللي بنتكلم عنه. احنا ما فيش حد في العالم بيكسب كل البطولات اللي بيخشها، ولكن شغفك، حبك لاسم ناديك، حبك ان انت تكسب البطوله، حبك ان انت تكسب المباراه الوديه اللي بتلعبها، حبك ان انت تكسب التقسيمه اللي بتلعبها ما بين الازرق والاحمر في التمرين، هو ده
الشغف اللي بيوديك في النهايه ان انت تكسب المباراه وتكسب البطوله وتكسب بطوله واثنين وثلاثه وعشره وميه وتبقى زعلان، وقبل كل ده قبل كل ده تكسب شيء مهم جدا، احترام جمهورك ودعم جمهورك.